18/11/1993، المخالفة الأولى. وزير السياحة أولى فتوش يصدر قرارا من دون العودة إلى مجلس النواب، يقضي بمنح شركة ماباس الألمانية حق استثمار مرفق جعيتا السياحي لمدة 18 عاما. منذ 4 سنوات فتحنا الملف، تحدثنا عن الفساد في إدارة مغارة جعيتا، أشرنا علنا وبالوثائق إلى مخالفات فادحة وفاضحة للوزير أولى فتوش ومن بعده الوزير جو ساركيس، لكن أحدا لم يتحرك. تحدثنا عن تمديدات غير قانونية للشركة المشغلة للمغارة ماباس حتى قبل انتهاء عقد الاستثمار، بحيث مدد لها بشحطة قلم للوزيرين من دون العودة إلى مجلس الوزراء، علما أن شركة ماباس أعطيت حق استثمار مغارة جعيتا وهي لا تزال شركة استيراد وتصدير قطع غيار وصيانة آليات قبل أن يعمد إلى تغيير وجهتها لتصبح سياحية لاحقا. قلنا كل ذلك وأحد لم يتحرك. بلى، تحرك يومها فتوش ليرفع دعوى قضائية علينا. اليوم وبعد مرور 4 سنوات وانطلاقا من الحادثة الأليمة التي وقعت في المغارة، نعيد فتح الملف. أين أصبحت القضية وما الذي تغير بعد 4 سنوات؟ نحن طعنا بهالتمديد، المراجعة موجودة أمام مجلس الشورى الدولي وناطرين. أخذ معالي الوزير فادي عبود أرسل كتاب إلى مجلس الوزراء وطلب عدة مرات إدراجه على جدول الأعمال وكان يرفض. يعني بإعاز من مين كان يرفض؟ ما بعرف، يعني من الوزير فتوش يلي كان كمان بمجلس الوزراء؟ ما بعرف، في نقطة استفهام هون كبيرة. وزير السياحة السابق فادي عبود أرسل كتابا إلى هيئة الاستشارات في وزارة العدل عام 2010 طالبا رأيها بشأن قراري التمديد للمغارة، فكانت النتيجة أن التمديدين غير قانونيين وأنه يعود لوزير السياحة اتخاذ القرار المناسب. بتمنى على معالي الوزير ميشيل فرعون يوقف هالتمديدات ونخلص بقى من كل هالخبرية. لا، أنا عادة كوزير ما بتدخل بقضاء معك. ما فيك تتخذ مثلا قرار بسحب هالترخيص من هالشركة؟ أنا لا، سحب الترخيص أول شيء يعني لازم شوف ليش بدي أسحب الترخيص، بما أنه التمديدات غير قانونية. إذا التمديدات غير قانونية بدي أنتظر مجلس الشورى، وإلا إذا لقيت أنا أنه في حياة في أسباب موجبة لأخذ إجراءات إضافية، أكيد بما أنه هالملف انطلق من مجلس وزراء بدي أرجع على مجلس وزراء. رح تحطه على مجلس وزراء؟ رح تطرحه؟ هلا برجع بقول الأولوية لقلنا هي للسلام العام. هذا وعلمت الام تي في أنه عندما حاولت شركة بيغو فيغيتاس بتكليف من الوزير عبود الكشف على منشآت الشركة والمعدات فيها، رفض مدير شركة ماباس نبيل حداد إجراء الكشف وإيداع وزارة السياحة تقريرا عن حالة المغارة. فهل يتحمل اليوم مسؤولية ما حصل؟ نحن بانتظار حكم القضاء.